لكن هو كاركتر فعلي محدد بشر جديد كل حد ماشي في لكن دي الامانه الكاركتر ده معلم مع الناس وانا يعني شرف التجربه مع السفر الامريكي انه فعلا عامل حاجه حلوه لما يعني عملت شخصيه على المسرح يعني تفاعل الناس كان معاك عامل ازاي؟ خاصة ان هو كان مشهد كوميدي وكلنا بنضحك عليه. بقول لحضرتك بديع لدرجة انه لما بنخلص العرض بلاقي الناس ممكن زينهم باشا نصور معاك حاجات كده فاهماني؟ وده بمنتهى الشرف وانا حتى متحيز ويوسف يعني المكياج عامل دور هايل. احنا حضرتك افتكرنا الشخصيه حقيقي يعني احنا اول ما شفنا حضرتك يعني عرفنا الشخصيه فعلا. بالظبط. يعني صورة تانية يعني مختلفة فالموضوع مختلف يعني غلط وحاجات كده مختلفة بس تعبان يا قلبي يعني انا دوري كبير العرض فهو مشكلة مش منظم قصير طبعا بالعمل القميص مش ان هو مكتوب مش ان هو لا مستاذ يخزن كده يعني ده كاركتر هو شخصية غنية غنية كبار جسد دي حلوة قوي لأن أنا ما بقللش ممثل يعني ما بعرفش أقلل لكن زدني اللي حاصل ده بتلاقي كاركتر بقلل عبد الإيمان أو بقلل عبد الإيمان فأنا يعني إدينا حتة على الإيمان إدينا حتة على الإيمان لأن المشكلة أنا ما بعرفش أنا ممثل لدرجة إن إحنا كل الشخصيات مشهورة أو كان أمامي يعني إحنا عرضنا العرض هي المؤلف هي نفس الكاسات في ناس ما تابعتش العرض ما عرفتش تدخل فكررت العرض مرة ثانية طب إحنا في المرة الثانية كمان بقى فجأة إنه إحنا بدأنا المرة الثانية كان في ناس قد اللي في المسرح بره تاني اللي هو يبقى المرة الثالثة بس طبعا كنا أنا يعني افتقدت في الخوز في الفيديو لكن ليه أنا يعني شرفت إنها تضافت شكرك شكرا جزيلا يا رب يخليك يا رب نورت المسرح عشان هو ولا لا بس يا رب يكون شكرا كلمني بس على الشغل معاه لو عايزه حضرتك عادي على ده تاني عامل هو استوى اجر اصلا لا والله انا اتفرجت عليه هو مش حق خالص على المستوى الفني بتاع الشغل ليدر حقيقي يدعم كل حاجه انا بحب شغله جدا وحاجه مهمه قوي هو على مستوى الفني ما بتتجدش كان في قد ما حصل في الدوله انا مشكلة الاولانية كل الحاجات اللي عملتها انا
يكونش حاجه شبه دي يعني. بالتالي كل الناس يعجبها الحاجات اللي انا عملتها ما يكونوش عارفين لسه شايفين تابع برنامج في كل مكان زي ما حضراتكم شايفين يعني الفنان محمود العزازي شبيه يعني عادل امام يعني تمام Thank you.